اول حاجه كنبغي نشكر سي خالد النقري على الثقه ديالو، وكنبغي نشكر ايضا المخرجه صفاء بركه على الثقه ديالها ايضا. بصراحه جودي عام زوين بزاف اللي حقق نجاح زوين. فوالا كنجسد الدور ديال شيماء اللي هي عندها خلاف مع الزوج ديالها اللي واقفه دابا على الطلاق وحامله. بزاف ديال النساء عندنا في المجتمع كيعيشوا هاد الظروف هادو وفوالا. شوف انا بصراحه جوني عروض، ولكن دابا بديت كنخسر الاعمال ديالي، ما يمكنليش اي بروبوزيسيون تجيني نقبلها. يعني طبعا خصي يكون دور اللي يناسبني في الاول. راك عارف يلاه كتبدا في المشوار ديالك الفني، كتبغي تجرب تاخذ تجربه اكسبيريونس، ولكن فاش كتفوت واحد المده كتبدا تخسر الاعمال ديالك. وفوالا ما جانيش شي دور اللي يناسبني. نعم العام الجاي ان شاء الله. لا غير دي سي موا هو فيلم طويل من اخراج المخرج الرائع جلالي فرحاتي. يلا حسالينا تصوير، كنا كنصوروا في طنجة مع مجموعة من الممثلين الرائعين. كان معنا سعد موفق، جليلة تلمسي، ريم فتحي، رؤوف صباحي، مجموعة من الممثلين الرائعين. كان تجربة زوينة بزاف، وكنتمنى ان الفيلم ان شاء الله يعجبكم. اجواء ديال التصوير دازت زوينه بزاف، الخدمه مع جلالي فرحاتي ممتعه، وكنا مرتاحين بصراحه، كنا مرتاحين بزاف، وكنا كنخدموا بحال شي عائله بيناتنا. صراحة انا كنرتاح في الدراما وكذلك في الكوميديا. انا اللي كيهمني هو يكون الدور بعيد عليا بزاف، كنرتاح بزاف باش كيعطيوني شي دور اللي يكون مختلف على شخصية ديال يسرى. كنبغي نمشي نبحث ونقلب ونعطي ونخلق شي دور اللي يكون فريمون بعيد عليا بزاف، كما شفتوا العام اللي فات في تيرهتي مع سي حسن الفد. جسدت الدور ديال خلود، وكانوا بزاف الناس تصدموا فيا، وكاين بزاف الناس ما عرفونيش راه انا. كنقرا لي كومونتير تيقولوا لي سحبنا غير جبناها، سحب لينا غير جابوها من العروبيه من الباديه، وحتى شي ناس كيعرفوني ما داروش لو ليان بيناتنا. دونك انا اللي كيهمني هو ان الدور يكون فريمون بعيد على شخصيتي. كنستمتع بزاف فاش كيكون الدور بعيد بزاف على شخصيتي. شوف صراحة الاختيار كيبقى لسي حسن الفدرة، احنا ما مسؤولينش على الاختيارات طبعا وشركة الانتاج. تقدر تجي شي حاجة من بعد مثلا، ما عرفناش، مي الحمد لله الدور اللي جسدت ديال خلود لقى نجاح كبير العام اللي فات، وعجب الناس بزاف، والناس تصدموا فيا. انا عيطوا لي بزاف ديال الفنانين اللي زعما باركوا ليا وشجعوني على انني نجسد، نبقى نختار هاد الادوار اللي يكونوا بعاد شويه على شخصيتي، باش نبين انني قادره انني نجسد جميع ادوار ممكن، لانني انا ممثله وقارية المسرح وقارية التمثيل. خصو يتعطاني غير دور وشويه الوقت باش نشتغل عليه، ونقدر نتسيف كما شفتو في خلود العام اللي فات. صراحة ما كاين حتى شي حاجة حاليا، ولا كان شي حاجة راه غادي نصرح بها ان شاء الله. المواطن المغربي كيعاني بزاف ومضرر بزاف من هذه المسألة هذه، وكنتمنى ان الناس المسؤولين يلقاو شي حل قريبا جدا. هادشي اللي عندي ما نقول، والله يصاوب والله يسهل على الجميع ان شاء الله. تأسفنا بزاف، تأثرنا بزاف وتأسفنا بزاف لذلك الشيء اللي وقع في سوريا وكذلك في تركيا. وكان بغي نقول اللي مات الله يرحمه، واللي قصح ولا المضروب الله يشافيه. بوان.
كنبغي نشكر الجمهور المغربي على الحب ديالو على الدعم ديالو. وما تنساوش تتابعوا مسلسل جوجا، راه بقاو 3 ديال الحلقات ان شاء الله، وكاين مفاجآت بزاف وكنبغيكم بزاف.